بعد اللي انا عملته ده برضو مش قادر يستغنى عن الولية دي ورايح يشتري لها دهب كمان. اه يا ناري، انا مش قادرة افهم ايه حكاية الولية دي. يمكن يكون الحاج متجوزها في السر. حاكم الحاج ده ما يمشيش في الغلط ابدا. وهو حتى يعني لو كان اللي انت بتقوليه ده مظبوط ومتجوزها في السر ما يبقاش غلطان؟ لا غلطان، والغلط راكبه من فوق لتحته لانه مخبي عليا. ده عمره في حياته ما خب عني حاجة. اسمعي يا وليه، انت
الواد مصلحي ده كذاب. ايه اللي هيخلي مصلحي يكذب؟ وشمعنا الوليه دي بالذات اللي هيحطها مصلحي في دماغه؟ انت مش فاكره النوبه اللي فاتت لما جه قال لنا، قال ايه؟ الحاج سهران عند اللي ما يتسمى صاحبه وبيسقف ويغني مع الرقصات. الحاج بذات نفسه لما جه فتح السيره وقال لي انهم كانوا عاملين له ملعوب عشان يجرجروا رجله. ايوه فاكره، بس ايه اللي يخلي الحاج يروح يشتري لها قفص فاكهه ويجيب لها ذهب ويروح لها البيت؟ وبعدين انت هتحيري نفسك ليه يا حاجه؟ ما تفتحي السيره مع الحاج وتبقي بالشكل ده، قطعت شعر وسيحت دم. يظهر البت هنية دي مش مالي عينه. فاشر، هنية مين اللي تملى عينه؟ بقى يبقى معاه القمر ويبص للنجوم؟ اهو بص لنجوم تانية. ام سعد، يا ام سعد. مين؟ فتحية. ايوه فتحية. ازيك يا ام سعد؟ وازاي الحاج؟ وازاي الحاج؟ ان شاء الله تسلمي، حلوين وزي الفل. يعني ما سألتيش على عروسة؟ عروسة مين؟ اشت هنية. لها البنت هنية اتجوزت؟ الا اتجوزت، اتجوزت جوازة ما جاتش على البال ولا على الخاطر. اتجوزت مين يا موسى؟ طبعا مش هتصدقيني لو اقولك الحج. حج؟ حج مين؟ الحاج صالح على سني ورمح. الحاج صالح؟ شوف يا اخت البيت قادره خدت الراجل من على مراته. يا ساتر يا رب، يا ساتر يا رب، انت قلبك اسود من حياتك كده ليه؟ ها، مش انت اللي بتقولي يا وليه؟ ايوه بس ده كان بموافقه الحاجه، ما انت عارفه قلبها متشحتف على العيال قد ايه. تتشحتف يا اختي؟ ما سمعتش كلام انتي؟ اه منك انتي، اه منك، ما انتي دوحتيها السبع دخان. انا كان قصدي خير يا ابو السعد، عملت اللي علي. يلا بقى هنقول ايه؟ كل شيء نصيب. قولي قولي لي يا عسل يا سكر كده، هي البنت هنية لسه شايلة مني؟ وانا كانش عرفني، وانا كنت دخلت جوه نفسويتها. إيه؟ طب انا عايزاكي كده تجسلي نبضها وليكي عندي الحلال. اه يا شيخ اروح كده من وشي، وانا كنتش ناقصاكي انا على راي المثل. يا عجيني يضحكوا الشر الجايين. طب وليه ما تقوليش على راي المثل؟ يا ناس يا فل، الخير للكل. طب شوفي كده لما اطلع انا والميه تطلع في العلاي ولالي لالي، انا بقى هغرقك فلوس قد ايه؟ سلي عليك النبي، وحياة الحسين تقفي جنبي احسن. ده انا ما حلتش اللضا يا اختي، ده انا بقيت على الحديده. انا شوف بس على شرط اللي تاخديه منها بالنص. وشرفك بالنص. مش هتغير هدومك عشان تتغدى؟ مفيش وقت، يا دوب اتغدى وانزل. وهو كان ايه اللي اخرك على الغدا النهارده مش بعاده؟ معلش كان عندي مشوارين كده بلعوا الوقت. يا ترى ايه بقى المشاوير اللي عطلتك؟ اه المشاوير، المشاوير، ايوه افتكرت المشاوير. تفضلي. لمين دول؟ للي مفيش في القلب غيرها. علشاني انا يا صالح؟ جرالك يا سيدة؟ وانا في قلب غيرك؟ بتبصيلي كده ليه؟ سامحني يا صالح. اسامحك ليه؟ اصل انا ظلمتك. ظلمتني في ايه؟ يا دي الكسوف، مش عارفة اقولك ايه. اصل بصراحة كده في ناس شافوك بتروح لوحدة وقالوا لأم سعد. انا في الاول ناري قادت، وبعدين رجعت ما صدقتش.
لا كان لازم تصدقي. يعني ايه؟ يعني كلامهم مظبوط. كلامهم مظبوط؟ يعني عينك عرفت تشوف واحدة غير يا صالح؟ لا لا لا، أنا عيني ما بتشوفش غيرك يا سيدة، بس لو عرفت حكاية الست دي هتعذريني. قول لي يا أخويا حكايتها، أنا كلي ودان. بس قبل ما أقولك حكايتها عايز أقولك كلمة، أنا بحبك بحبك بحبك. جاب لي الحمام يما متكمر في برام يما، قلت مش رايدي. جرى ايه يا ام السعد؟ ما تنهاضي، الحاج راجع جعان. يحكي الله، واحنا جنبنا ايه ده العاجي؟ ما هو اللي جاي متاخر. بعدين الحاجه جوه بتدي له تصبيره، اطمني مش هتسيبه. تصبيره؟ والله انت فايقه ورايقه. هي ورايقه. بقول لك ايه يا بيه، انت بقى اللي مش عاجبني حالك اليومين دول. ماله حالي يا اللي مدوبه نص رجاله مصر؟ يوجدك ايه بقى يا بيت؟ في عروسه اول عريسها ما يرجع من بره يدخل عدل على اوضه درتها، ده انت لسه ما سبعتيش. يا نهار ما شاف لها، قابلتي الحاجه درتي؟ ده انا بحبها. ايه، انا احط راسي براسها ولا ايه؟ هو انا كنت احلم في يوم من الايام ان اتجوز راجل زي سيدي صالح؟ ده راجل ولا كل الرجال؟ يا سلام يا سلام. شوفي يا اختي البيت معاها حق. فتحيه بقى. فتحيه مين؟ بتاعت الخضار؟ لا لا لا، وانا يا بنتي نسيتي؟ فتحيه مرات ابوكي. ايه ودي تتنسي؟ لكن انت ايه اللي فكرك بيها؟ اسكتي يا هنيه، ده حالها بقى يصعب على الكافر. اتاريها صعبت عليكي؟ مالها يا وليه؟ ما تقولي اللي طالع عليها. نفسي اشوف هنيه، اتجنن ان اشوف هنيه عشان تسامحني، ابوس ايديها قبل رجليها. اسكتي يا هنيه يا بنت، قطعت قلبي. يعني عليها؟ هي صحيح بتعض، لكن برضو مرات ابويا. هو انت شفتها فين؟ حقيقي ان بعد الظن اسم. وتظني فيا ليه بس؟ ده انت عجناني وخبزاني من مصغرك لمكبرك، وبنت عمي يعني زيتنا في دقيقنا. حقك علي يا صالح، انا ما اقدرش اظن فيك كده ولا كده. طب ده انت بيضربوا بيك المثل في الطهر والشرف. لكن تقول ايه بقى الكلام الناس؟ اللي يمشي ورا كلام الناس لا هيروح ولا هيجي، وحياته هتبقى جحيم والعياذ بالله. عندك حق يا اخويا، بس انت خلاص قطعت الولية دي. ايه قطعتها يا سيدة؟ هو انا كان في بيني وبينها حاجه وحشه عشان اقطعها؟ انا كل الحكايه ان انا كنت عايز اطلعها من الضلمه اللي هي عايشه فيها. طب خلاص يا اخوي، انت قمت بالمهم والحمد لله ربنا وفقك فيها. عايز منها ايه تاني بقى؟ عايز اطمن عليها. انا حاسس زي ما تكون ملزومه مني كانها اختي. انت مالكش اخوات يا صالح، سيب الوليه بحالها بقى. انا بس يعني عندي امل اشوف لها ابن الحلال اللي يصونها. اما عجايب، هو انت ناوي تشتغل خض على اخر الزمن؟ ثم ريح نفسك، بعد اللي حصل منها ده محدش هيهوي بنواحيها. الست مننا ملهاش الا سمعتها. ايوه بس دي تابت توبه نصوحه. من يقرا ومين يسمع؟ لا لسه في ولاد الحلال كتير. يعني هو انت مش ناوي تتغدى ولا ايه؟ هي هنيه عامله لنا ايه النهارده؟ انت بتغلني يا راجل. هو خلاص ما بقاش في البيت ده حد بيسوي وبيعمل غير هنيه؟ مين اللي قال؟ بس ده انت الخير والبركه، احنا نقدر نعمل حاجه من غيرك. يلا. ايوه كده. الله، ده بندقي يا سعدك يا هنيه. الله يخليك ويطرح البركه فيك يا سيدي. دي شبكتك يا هنيه. انا اصلي الاول اتخذت على اخوانا، بعدين اما قعدت بيني وبين نفسي قلت هي هنيه مش عروسه، والعروسه مش يلزمها شبكه. ابن اصول وتعرف الاصول. لكن قابلتي الحاجه تعرف ان انت جبت لي شبكه؟ طبعا انا هجيب لك حاجه من وراها، بس ده حقك. ايوه، لكن الفرخه تزعل لو ديكها صاح على سطوح غيرها، وقابلتي الحاجه هي الفرخه وانت يا سيدي الديك. الله يجازيك، بس الحاجه سيده بتحبك. ايوه ما انا عارفه، هي لو ما كانتش بتحبني كانت تسيبك تعمر عشتي وتدفي فرشتي. يا سلام. انت طيبه قوي يا هنيه. لا 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 يا حاجه،
انا مش عاجبني اللي بيحصل ده ابدا. هو ايه اللي بيحصل يا ولية؟ هي مش مراته؟ مراته ما قلناش حاجه، بس هيفضل كده لحد امتى؟ يعني ايه؟ مش فاهمه. انت ناسيه انت جوزتيها للحاج ليه؟ يا وليه بطلي لف ودوران ولوع، قولي على طول تقصدي ايه؟ قصدي ان انا مش عاجبني دخول الحج وخروجه عليها كده كل شويه والتانيه في اوضتها. ما انت وليه مجنونه صحيح. امال هيخلفوا ازاي؟ اديهم متجوزين دلوقتي بقالهم جمعتين، اكتر من جمعتين كمان. نستنى بقى نشوف ايه اللي هيحصل. مش جايز الجوازات دي تطلع على فشوش. يا وليه انت لسانك ده ايه؟ بطلي قر بقى يا حاجة، ده احنا دفنينه سوا. يعني انت شايفة ايه؟ انا مش شايفة حاجة خالص، انت صاحبة الامر والناس. عندك حق يا مستعد، من هنا ورايح الحج ملوش بيات عندها. عندك حق يا حاجة، ده حتى بنتي مش هاين عليها تسأل عليا على امها، تقوليش قلبها ده حجر. يا ساتر يا رب، العيال قال قطع الخلف وسنينه. عجايب، امال يا اختي كنت كل شوية بتجري رجلي عندي دي وعندي دي ليه؟ مش هين عليا اشوفك وانتي قلبك متشحتف على حتة العيل. لكن ايش جاب لي جابي حاجة؟ هو انتي يعني لا مؤاخذة في دي كلمة هتستني حاجة من ورا ولادك زي حالاتي؟ ده انتي ربنا يزيدك من نعيمه، هتديهم مش هتاخدي منهم. وانتي عايشة ازاي؟ اديني بشتغل دلالة، بلقط قرش من هنا وقرش من هنا، اهو اجيب تمن لقمتي. وما كنتيش تعرفي بقى ان انا جوزت هنية للحج؟ دريت يا حاجة دريت، سمعت من الولية ام سعد وعديكي من ساعة ما دريت. ايه اللي جرى لي يا حاجة؟ ليه تعملي في نفسك كده؟ ليه يا حرة تجيبي في بيتك درة؟ يلا انا قلت هنية اولى من الغريب. لا 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 يا حاجة، لا اسمحيلي، الغريب اولى، دي حملة زي التعبان لما يدفى يقرص. خلاص بقى يا فتحية، ما بقاش يجي منه، الفاس وقعت في الراس. طب هسألك، قبليكي قبليكي نذبح فراخ ولا أنارب؟ اهلا اهلا اهلا، ازيك يا هنية؟ طب يا اختي سلمي علي، ولا اللي كان بيني وبينك مش عشوة مال؟ ازيك يا نينا. نينا مبروك عليك يا اختي سبع بركات. الله يبارك فيكي. لكن على ايه؟ على طاقة القدر يا اختي اللي اتفتحت لك، على الهنا والسعد اللي بقيتي فيهم. اصل انا قلت لها، ما كانتش مصدقه لما قابلت ام السعد وقالت لها. طب ما قلتوش هنذبح مين؟ قصدي هنذبح ايه؟ اذبحي فراخ يا هنية، واعملي حسابك فتحية هتتغدى معانا. إلهي يا رب يفتح عليك دنيا وآخرة ويخليك ليا يا أميرة يا بنت الأمرة. خدي راحتك يا نينا، البيت بيتك. هنية روحي اذبحي الفراخ. حاضر. بقى ده منظر واحدة تبقى مرات الحاج، مش لايق عليها النعمة أبدا. يجاتك إيه يا فتحي؟ ده انت مصيبة يا ولية، انت اللي طول عمرك ما بتحبيهاش. مالك يا هني؟ قولي يا مساعد، قدي لنا ايه؟ يا اختي الجدم الموجوده اديها اللي يريح قلبك ويرضي ضميرك. اديها جلابيتين من هدومي ومنديلين راسي. جلابيتين ايه وانا مقاسي مقاسك؟ انت مالك يا وليه وانا هديك انت؟ قصدي يعني ما هي مستوره والحمد لله. طب دبريني يا وزيره الهم.
انا بقول يعني اديها قرشين يقبلوا الاسم. اسمه مين؟ قصدي يقبلوا الاسم يعني من نصيبها يعني. ولو انك ما بتفهميش بس في دي معاكي حق. بس بقول لك ايه، اوعي تديها الفلوس دي قدام الحاج. اوعي الحاجه تشوفك ولا تلمع طيفك، عشان ثوابهم يبقى ليكي. ادهم لها بالليل في الضلمه. بيت بالليل ده ايه يا هبل؟ ادهم لي انا وانا اديهم لها. حاضر حاضر يا حبيبتي. هبل لو بتصدقني ما تقدريش تتصوري انا فرحتي بيكي قد ايه يا بنتي يا هنيه لما عرفت ان ربنا كرمك وبقيتي في الهنا اللي انت فيه ده. ما هو ده اللي مخوفني، قصدي مطمني. بقول لك يا قبلتي، ام سعد ادتك حاجه؟ لا. طب خدي بقى، خدي خدي. ربنا ربنا يخليكي ويكرمك ويديكي من واسع يا رب يا رب. ما قلتليش يا بنت، نعم، الوليه دي عامله معاكي ايه؟ الوليه ام سعد. ام سعد مين يا بنت؟ الوليه ضرتك. ضرتي؟ ده انا امي لو كانت عايشه ما كانتش تعمل معايا اللي بتعمله قبلتي. انت يا بنت انت هتفضلي طول عمرك عبيطه وهبله؟ مش تتنصحي بقى، ده انا الحبه اللي قعدتهم معاها ما بطلتش تتكلم عليكي. بجد؟ قبلتي الحاجة بتجيب سيرتي؟ بتقول ايه؟ فرحيني، بتقول ايه؟ انت فرحانة؟ دي مش طايقاكي. ليه؟ ريحتي وحشة؟ يا بنت مش طايقة تسمع سيرتك. ده هي اللي مجوزاني جوزها. ليه بقى؟ عشان تبقي تحت رجليها خدامة. خدامة؟ هو ماله؟ أنا خدامة ومساعدة خدامة وهي خدامة وأنت خدامة وكلنا خدامين في بيت سيدي صالح. يا بنت عقالي، دي ندمانه انها وافقت على العامله السودة دي، لولاش الحاج هو اللي عايز يخلف حته العيل. عارفه يا بنت انا بفكر في ايه؟ في ايه؟ عايز اخدك من ايدك كده اوديك الواحد شاطر يعمل حاجه تخلي الحاج ما يطقش الوليه اللي بره دي، وانت بقى تبقي كل في الكل. يا نهار مش افلات، يعني يكره قبلتي الحاجه ولا يطيق يشوف وشها؟ لا يعني انا حرام حرام، ده هي اللي بتوصي سيدي عليا. بتوصي بين يا بنت؟ انت جايبه الكلام الفارغ ده منين يا هبله؟ هو اللي بيقول لي، يعني هو كذاب؟ شوفي يا اختي البنت هتجنني. شوفي يا اختي. يلا يا اختي انت وهي، يلا يا اختي انت وهي علشان تتغذوا والحاج رجع. يلا يا هنيه علشان تحضري. طب يلا انت يلا. هو في ايه بالظبط؟ اديتيها؟ لا. اديتيها؟ هو انا لحقت؟ طب ادوها بقى وانا مستنياكوا بره. انت خدتي حاجه؟ لا. وانت خدتي حاجه؟ لا. صالح صالح، ايه مش فاكرني ولا ايه يا حاج؟ ازاي مش فاكر؟ مش انت برضو الجحش؟ تمام يا حاج. سبحان مغير الاحوال. الحمد لله ربنا تاب عليا والفضل كله يرجع ليك يا حاج. لا، انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. سبت كرك؟ يغور في داهية كار السم والندامة. امال بتشتغل ايه دلوقتي؟ اهو على باب الله يا حاج. كلنا على بابه وطمعانين في كرمه. ربنا يكرمك، انا كنت اصدق في مشورة كده يا حاج. انا تحت امرك، واذا كان فيها خير انا تحت الامر والطلب. طب تحب حضرتك اعد عليك امتى عشان نتكلم؟ انا طول النهار ببقى في الوكالة الا اذا كان عندي مشوار مهم. ربنا يخليك لينا يا حاج، بس على الله ما اكونش زعلان منك. ما دام تبت توبة نصوحة وربنا تقبلها منك، تأكد ان الباب دايما هيبقى مفتوح. سلام عليكم. السلام. طمنيني، لقيتي ايه؟ مفيش اي اثر لاي حاجه خالص. كشفتي عليها كويس؟ ده انا فليتها، قلبتها يمين وشمال وسالتها مليون سؤال. يعني لسه ده ما عندهاش فكره خالص. طب وبعدين في الوقعه السودا دي؟ هي واقعه واقعه بجد يا حاجة. طب هي غابت يا فتحيه ولا لسه بدري عليها؟ لسه بدري ايه يا حاجة؟ دي البنت البكر تدخل من هنا هالسبوع نفسها تغم عليها، الاسبوع اللي بعده تتوحم وتطلب الفاكهه اللي في غير اوانها. طيب معلش نديها اسبوع كمان، يمكن ربنا ينفخ في صورتها. لا 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 يا حاجة، الجوازه من الاول كانت فشوش. انا كنت متاكده ان انا العيد مش مني. فشر؟
ينقطع لسان اللي يقول عليكي كده. ده انت زي الفل، ده احنا كل اللي رحنا لهم قالوا عليكي فل، يعني تقدري تخلفي بدل العيل 10. يخليكي ليا يا فتحيه، تعمى اديكي الحلاوه. السلام عليكم يا حاج. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ما شاء الله ما شاء الله، ايه ده كله؟ ايه ده كله؟ ربنا يزيدك من نعايم يا رب. تحب تشرب ايه؟ ربنا يخليك، انا لو عزت هطلب على طول. على كل نعتبر المكان بتاعك. ربنا يخليك ليا يا حاج، العشم كبير فيك وفي ربنا برضه. وانا تحت امرك. انا بدي اشتغل في الحلال. خبر جميل، وايه اللي منعك؟ قله المال يا حاج. اطلب وانا تحت امرك. ربنا يخليك يا حاج، انا عايز اشتغل تحت ايدك. ليه؟ ما تبقى صاحب تجاره والامر امرك. ما قلت يا حاج العين بصيره واليد قصيره. وانا بقول لك ما تشيلش هم الفلوس. انا كنت عايز يعني اشتغل في كارك ده. لا صعب عليك. اهو نتعلم يا حاج، والدكان موجود. لا انا بقول نبتدي يعني بحاجه اسهل شويه. زي ايه مثلا؟ يعني خلينا في العلافه، وانا هملالك المحل اشكال والوان. ربنا يخليك لي يا حاج، مش عارف ارد جميلك ده ازاي. عايز ترد جميل؟ غير اسمك. مساعد. ايش خير ده كله يا مساعد؟ مساعد وليا دي عاوزه لها كمانه. ايه يا وليا؟ في ايه؟ بتقعدي معايا نتكلم؟ تعرفيش قابلتي مالها النهارده؟ انا عارفه من ساعه الوليا مرات ابوكي ما غارت، وهي قاعده حاطه ايدها على خدها. ليه؟ ايه اللي حصل؟ تلاقيها قالت لها كلمتين عكننوها حاكم دي وليا من البرد. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. مساء الخير. يسعد مساك يا سيدي. ام الحاجه فين؟ جوه في اوضتها. وسايبينها لوحدها؟ من يمتها هي عاوزه تقعد لوحدها، ومن يمتنا ما حبيناش نزعجها. تعالى يا دي بقى البسبوسه اللي انت كنت عايزاها بالسمنه البلدي. ربنا ما يحرمني منك ابدا يا سيدي. الله يخليك. بخش اشوف ايه اللي حصل. شفت الحاج بيحبك قد ايه؟ ربنا يخليهولي. من يمت انا هموت على حته بسبوسه. الحمد لله الحقيقه بانت. حقيقه ايه اللي بانت؟ انت مش بتقولي البنت ما بتحبلش؟ وده يفرحك؟ انا كنت خايف العيب يكون منك انت وتزعلي. وانت عارفه زعلك غالي عندي قوي قد ايه. انا مش قادره اصدق اللي انا بسمعه ده. انت مش عارفه غلاوتك عندي قد ايه يا سيده. يخليك ليا يا صالح، اجعل يومي قبل يوم. بعد الشر ما تقوليش كده، هي الحياه يبقى لها معنى من غيرك. انا قلت لك يومها مفيش داعي للجوازه دي، انت اللي ركبت دماغك، وانا كمان مش فاهم ازاي وافقتك. اهي قله عقل بقى مني. بس احنا لسه فيها. ازاي يعني؟ شيل ده من ده يرتاح ده عنده. برضه مش فاهم. يعني اتطلقها. استغفر الله العظيم. ليه يا حاج؟ هو انت هتعمل حاجه حرام؟ لا طبعا. بس ان ابغض الحلال عند الله الطلاق، والبنت كمان ما عملتش حاجه غلط. ما بتخلفش، وانا جوزتها لك علشان تخلف. ما هياش اول ولا اخر واحده. وبعدين انت قايله بعظمه لسانك ان العيب مني انا. يعني ما انتش ناوي. انا يعني خايف اظلمها وذنبها يفضل في رقبتي. ما هي خلاص ما بقالهاش لازمه. طب البنت دي مالهاش حد، هتروح فين؟ خليها يا سيدي عندنا، اهي تخدم مع ام السعد زي الاول. ويعني هي ما بتخدمش دلوقتي يعني؟ انا شايف انها بتعمل كل حاجه في البيت. كده صالح. نعم. ماشي، انا هخليها على ذمتك، بس من اللحظه دي رجلك مش هتهوب ناحيه اوضتها.
الهني هيروح لسيد، هيجي الهني هيروح لسيدي. مش اهل مقعدك لحد دلوقتي يا بنت، هيروح لمساعد. اهل مقعدك لدلوقتي وانت عاوزه مني ايه؟ ما نمتيش ليه يا الدلعاج؟ مستنزرة الحاج. ليه؟ هي الليله تدور عليكي؟ ايوه يا اختي، انا حسباهم. عسباهم؟ طب نامي يا اختي وما تعذبيش روحي. نامي اللي نامي ده يا ام الغم. لو انت فاكراني صغيره وهسمع كلامك. لا انا هستنزر الحاج. ما دام دخل اوضتي الحاجه يبقى يدينا ويديك طولتي العمر، مش طالع منها الا تاني يوم. ان شاء الله يطلع تاني شهر، انا هقعد استناه وهقعد لك قعده الصابرين كمان اهو. ودي قعده الصابرين؟ ايوه دي قعده الموكوسين. نامي يا بتش وما تعذبيش روحي. بقول لك ايه؟ نعم. اديتي لمرات ابوك فلوس؟ انت قادره مش بتاخدي ضرايب؟ نفس المنام اللي بيجيني. خير اللهم اجعله خير. احكي لي يا اخويا شفت ايه؟ تفسري ده بإيه؟ يعني أديك عارفة وراسية بحالك وحال هني. ماله الحال يا حاج؟ ده الحال جاله الفرج، ده أنت المفروض تفرح وتزقطط. أنا مش فاهم حاجة من المنام. إزاي بقى الكلام ده يا حاج؟ ده المنام مفسر نفسه. ده أنا مش قادرة أصدق. معقولة ده هيحصل؟ بعد الصبر ده كله ربنا هينولك اللي في بالك وتشيل عيلك بين إيديك. ومين فيكم اللي هيجيب الولد؟ هيكون مين؟ انا طبعا. يا ريت، بس المنام ما قالش كده. طب اديني عقلك. هنية ومرات ابوها وكشفت عليها وما لقيتش حاجه، يبقى هيكون مين غيري؟ ولا انت يا راجل متجوز واحده ثالثه؟ استغفر الله، وانا كان في نيتي اجيب لك دره، انت اللي جوزتيني. لا وايه، بعد ما الكل قالوا عليك ان انت ما بتخلفش ربنا جبر بقى. مين اللي قال ان انا ما بخلفش؟ من غير زعل. من غير زعل قولي. اصل انا بصراحه خدت القطر بتاعك واديته لفتحيه. فتحيه مرات المرحوم شاهين؟ ايوه، قامت هي خدته بقى ولفت على كام واحد كده من اللي بيفهموا في القطر، فكلهم لا مؤاخذه يعني قالوا ان العيب منك. تاني يا سيده، تاني سحرة ودجالين. غصب عني يا حاج، ما انا منى يا اخويا اجيب لك اللي نفسك فيه. وانا كنت اشتكيت لك 100 مره، قلت لك انت عندي بالدنيا كلها. ربنا يخليك لي يا رب. بس برضو يا صالح
لما تشوف عوضك قدامك هو اللي هيبقى عندك بالدنيا. قوم يا اخويا، قوم اتوضى وصلي ركعتين شكر لله قبل ما تصلي الفجر. حاضر، توكلت على الله. يا رب اصبحنا واصبح الملك لله، اللهم صبحنا وربحنا ولا تفضحنا. يا رب. سيدي سيدي سيدي، صباح الخير يا سيدي. انت ايه اللي صحكي بدري؟ كنت عاوزك في كلمتين. لا ما فيش، لا في بس مش باين. طب قولي. تعال. قولي هني في ايه؟ لا مش عارفه. مش عارفه يعني معطلاني على الوضوء وتقولي لي مش عارفه؟ طب بالراحه. هي الزيتون مش جواها بذره؟ ايوه. طب خلاص خلاص. ايه؟ ايه؟ طب البلح مش جواها نوايا؟ ايوه. ايه؟ طب ما انت عطار بقى افهم. افهم ايه؟ انا مش فاهم. قولي يا هنيه في ايه؟ طب قشره الموزه مش جواها موزه؟ لا اله الا الله يا بنتي، قولي عايزه ايه؟ طب البطيخه مش جواها لب؟ انت بتلفي وتدوري ليه؟ صباح الخير يا حاجه. صباح الخير يا مستعد. الحاج دخل الحمام؟ لا دخل هنا، طلعت جرجرته من ايده واخدته على اوضتها. الزيتونة. انت الزيتونة. انت مش ناوي تتوضى يا حاج؟ تعالي تعالي يا حاج، افرحي معانا، دي بركتك وكرم ربنا. خير 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 ان شاء الله. طبعا خير. شفت يا سيدة الرؤية اللي كنا محتارين في تفسيرها اتفسرت. انا مش فاهمة حاجة، هو كان ايه اللي جرى يا حاج؟ هنية بقت زيتونة. ربنا اكرمها وبقت حامل. ايوه. انت متاكده؟ ايوه يا قبلتي والله. وعرفتي ازاي؟ هقول كده. مبروك. الله يبارك فيك هنيه. نعم. من هنا ورايح ما تبذليش مجهود ولا توطي ولا تشيلي حاجه تقيله. انت ايه اللي موقفك هنا؟ ما تغوري تحضري الفطار من دلوقتي. مش لسه الحاج هيروح يعمل لك الوصفه اللي بيعملها لك فوق؟ غوري من وشي. هنيه. نعم. من هنا ورايح تخلي بالك من الزيتون. سيدة مش هتلبسين؟ أنا مش هوصيك على هنية. بس عليك يا حاج، ده كلام تقوله برضو؟ ده أنا كده ولا كده كنت مريحاها، ومن قبل أي حاجة هاجي دلوقتي واتعبها؟ مش معقولة يعني، ده كلنا كنا مستنيين البشارة دي. وانا مستعد اجيب لك واحده تخدم مع مساعد او اتنين لو حبيتي. ليه؟ هو احنا عايشين في سرايا ولا عايشين في سرايا؟ مثل بيقول على قد لحافك مد رجليك. واحنا لحافنا كبير والحمد لله، يعني ربنا رزقنا من واسع يعني، ونخلي الناس تاكل عيش. يو يا حاج، ما قلت لك بقى خلاص مريحها انا وهريحها اخر راح. وبعدين انا ما بحبش حد غريب يدخل بيتي. انا لولا ام السعد دي كانت بتخدم في بيت ابويا الف رحمه ونور عليه، انا ما كنتش دخلتها بيتنا. خلاص خلاص يا سيده اللي تشوفيه. انا عايزاك تطمن، لو حكمت ان نعمل كل حاجه بايديا مش هتاخر. احنا دلوقتي ملناش بركه غير هنيه واللي في بطن هنيه. سيده انا عارف ان قلبك كبير وحنينة، أنا لو لفيت الدنيا كلها مش هلاقي ظفرك. تعيش يا حاج. يلا أخويا يلا عشان ما تتأخرش عن مكانك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. سيدي سيدي، أنا نفسي في الشوكولاتة. انت بتتوحمي على الشوكولاتة؟ وفي الترمس كمان. انا دخلت النهاية يعني توحمي على زيتون تاني. السلام عليكم. مع ألف سلام. مع السلام.
صباح الخير يا معلم سيد. عمي نهاره ابيض. استغفر الله. خلينا مره نقول البركه يا حاج. ايه طمني، ناقصك حاجه؟ الحمد لله كله تمام، والفضل ليك يا رب، ربنا يخليك لينا يا حاج ويرزقك بالذريه الصالحه يا رب. يا رب الدعوه دي مهمه يا سيد، ربنا يجعل دعانا من حدك ومن نصيبك يا رب. ايه رايك بقى في الدكان وفي اليافطه؟ الدكان يعني ربنا يجعل رزقها احسن منها. طب ما انا غيرت اسمي زي ما انت قلت لي بالظبط. يا حاجة تعال. انت مش اسمك الحقيقي سيد؟ اسم السيد بس انا بحب اسم والدي. انا شايفه على اليافطة قدامه. لا ده جد الجحش ده جد. عدم مؤاخذة يعني ابوك اسمه ايه؟ ابويا اسمه عبد العاطي. شوف بقى بعد كده مش عايزك تكتب على اليافطة غير اسمك واسم ابوك. طب ونقبل العيلة اسم جدي الجحش. واذا بوليتم فاستتروا. اذا بوليتم يا وزي الواد رجب اتهزي يا وزي. يا وزي يا وزي يا وزاريشك عجب اتهزي يا وزي. يا وزي يا وزي يا وزي الواد رجب. هو احنا مش هنطبخ النهارده ولا ايه يا هنيه؟ نعم الا نطبخ طبعا هنطبخ، بس اما اخلص اللي في ايدي. طب قولي مسحتي الفسحه؟ مسحتها مرايه مرايه، ده انا لحستها لحس. طب يلا ادخلي بقى اعملي الاوض احسن، انا اوضتي تضرب تقلب، وغيري الملايات. اغير الملايات؟ حاضر، لكن هنشر الغسيل واشطف المواعين اللي انا صبنتها واقول لام سعد تعمل لنفسها قهوه. طب يلا خلصينا احسن، دي الساعة داخلة على واحدة. حاضر. ايه ده؟ في ايه؟ الدنيا مليانة تراب، انتي ما نضفتيش النهاردة كويس. تراب؟ ولا منضفة؟ فين التراب ده؟ في هو انا يعني هتبلى عليكي؟ لا اهو. طب خلاص خلاص خلصينا بقى. حاضر. الوقت بيسرقنا. حاضر من عينيا. رايحة فين؟ راح انشر المطبخ في الغسيل. لا ادخلي اعملي اوضتي الأول، بقولك تضرب تقلب وغيري الملايات وكساوي المخدات. حاضر. ما قالوا ده ولد سد ظهري وسند. اوضتك يا سي صالح نظفتها بعناية. يا مخدتي الدمعي يا مخدتي الوحداني. اهيالي كل الحبايب اتنان وانا اللي مالي تاني. احياني ناس تنام وتتمطع وناس ايديها تتقطع. الله يرحمك ياما. يا واد يا ابن صالح بتزغزغني عايز نضحك. طب يلا تعال استريح شويه. تعال هنية. قوليلي يا هنية، بتعرفي تعملي المفتقة؟ المفتقة؟ طبعا أعرف. حلبة ولا حلاوة؟ أنهي الأسهل؟ الحلبة دوكها عاوزة نار وغلبة ومنهدة. أنا نفسي في الحلاوة بس ما بعرفش أعملها يا خسارة، ولا حتى مساعد. لا ونبي ما تفتقلك مفتقتك إلا هنية حبيبتك. بس مش عايزة أتعبك معايا. تعبك راح، ابعتي انت بس ام قرطاس تجيب الحلبة من حاج، قصدي ابعتي ام سعد تجيب قرطاس الحلبة من حاج وانا اعملها لك. طب روحي خلصي شغل المطبخ او بلا هي ما ترجع. يا رجلي يا رجلي.
في ايدك ده يا كامل؟ دي حلبة للمفتقة يا حاج. ومين اللي طالبها؟ الحاجة. الحاجة سيدة؟ في الصيف دي تبقى تقيلة عليها قوي. ما هو مش عشانها يا حاج. امال عشان مين؟ هي الحاجة اصلها من حنية قلبها شافت ان هنية اليومين دول ضعفانة شوية وشافت ان صحتها في النازل، قامت قالت يعني تعمل لها شوية مفتقة عشان تقويها. مين اللي قال كده؟ هنية صحتها كويسة والحمد لله. يعني بلاش يا حاج. بعدين مين اللي قال ان المفتقة بس هي اللي بتغذي؟ هي ما سألتنيش ليه؟ بعدين مين اللي هيعملها؟ قلبي كويس يا هنية. العسل لسه ما عقدش، انا عايزاها تشد قوي. تشد طبعا تشد، هو يقدر ما يشدش؟ فتحية علمتك ولا ما علمتكيش؟ فتحية دي، فتحية دي مدرسة. يا سلام. طب ما اشوف بقى عمايلك ولا عمايلها. ده انا هدوقك احلى مفتقة اكلتيها في حياتك، هتاكلي صوابعك وراها. لو انت فاكرة ان انا بحبها، انا عاملاها علشانك. علشان ايه؟ بس انا ما بحبش المفتقة دي. خلاص اجيب ام السعدة غطس دماغها فيها قبل ما تبرد، امال هنرميها؟ وهو انا سكت لها؟ ده انا فضلت اديها من المنقي رقات، فضلت اصديها ولا اديها لما عينيت. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. سلام ورحمة الله وبركاته. ريحة المفتقة فايحة قوي، وده معناه انها معمولة تمام. اسكت يا حاج، دي هدت حيلي في عمايلها النهار. أي والله يا حاج، دي فضلت تقلب فيها اكتر من ساعة. وانت ليه ما قلبتيش بدالها؟ ما انت عارف يا حاج، انا بحب اعمل كل حاجة بايدي. من امتى يا سيدة بتعملي مفتقة؟ انا فاكر لما نفسك كانت تهفك عليها كنت بتبعتي تجيبي فتحية تعملها لك. لما انا اتعلمت بقى منها عمايلها. وهو في حد يعرف يعملها زيك يا حاجة؟ طب دي هنية كانت هتاكل صباعها وراها، وفضلت تدعيلك تدعيلك. امال فين هنية؟ نايمة في اوضتها. من دلوقتي؟ فجأة كده لقيناها بتقول انا تعبانة، غصبت عليها تدخل تستريح. سبتيها تنام من غير عشاء؟ خص عليك يا حاج، معقولة؟ برضه انا اسيبها تنام من غير عشاء؟ ده مفيش احن من قلب الحاجه ابدا. ده انا عمري في حياتي ما شفت واحده بتعمل درتها بما يرضي الله زيك يا حاجه. بقول يا سيده. نعم. يعني اروح اطمن على هنيه، بقى لي 4 جمعة ما رحتلهاش اوضتها يعني.